عظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما واجتباه في المرسلين كريما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما. الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الإذاعي الكروان والعلم الشهير نسعد بصاحب الفضيلة بمشيئة مولانا في احتفالات الإذاعة المصرية الاثنين القادم قبل صلاة المغرب عبر أسير موجات الإذاعة المصرية فخر من يلقمه الشيخ عصام السيد مجاهد غالي يمتعنا بالابتهالات والمدائح النبوية. فصلوا على مولانا الحبيب سيد البشرية. سيدي يا رسول الله صلوا عليه. سيدي يا حبيب الله يا خير خلق الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله يا رحمة مهداة يا مصدى اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. لما بدا في الأفق نور كالبدر في الإشراق عندك ماله نشر السلام وعاد فيها الأمن بعد زواله. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا
مسدا عليك صلى الله يا حبيب الله عليك صلى الله يا رسول الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا طبيبي يا محمد سيدنا النبي صلى الله عليه أبخل البخلاء من يسمع اسم المصطفى ولم يصلى عليه صلى عليه دنيا أنفقت من سبات كي ترى دنيا أفاقت من سبا موفيا في الموعد حدثا جليلا موفيا في الموعد وصحت على صوت الأذان وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد سيدنا النبي صلى الله عليه يا فرحة الدنيا بنور المصطفى يا فرحة الدنيا بنور المجتبى يا فرحة الدنيا بنور المصطفى وبطاعة المختار يوم المختار
سعدها يا عزها يا حظها يا فوزها بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير الكائنات محمد. الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب. الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة نار الزمان. وجدتها لا تغربي، فالشمس في كبد السماء ما نورها، فالشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. نصلي جميعا على المصطفى الهادي البشير في هذه الإشراقات المحمدية وفي ذكرى مولد المصطفى العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام، فنكون جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا سيدنا النبي. صلوا 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 عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام أنتم بخير.
يا زائرا قبر الحبيب الهادي. أبلغ رسول الله شوق فؤادي. يا زائرين رسول الله، يا زائرين رسول الله، سيدنا النبي في الروضة حي. جاء حديث ما معناه، أسمع من قد صلى عليه. كانت هذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ عصام مجاهد غالي، من ساحة الابتهال إلى روضة العلم والعلماء. والعلماء